وللمزيد تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلتنا دانا أبو شمسية. دانا، أهلا بك، وما آخر التفاصيل فيما يتعلق بالتصعيد الحاصل من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل؟ أبدأ في التعقيبات الرسمية السياسية الإسرائيلية من رأس الهرم السياسي بنيامين نتنياهو. الآن في خبر عاجل يقول: سنواصل ضرب حزب الله دون رحمة، سنقصف بيروت وكذلك الضاحية الجنوبية. ربما هذا التصريح جاء بسبب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بأن تقليص الغارات والضربات الإسرائيلية على العاصمة بيروت ذاتها جاء بعد طلب وضغط من الإدارة الأمريكية، ولكن كان هنالك نفي من قبل وسائل إعلام إسرائيلية مقربة من نتنياهو لهذا الخبر. والآن في هذا التصريح الصحفي لبنيامين نتنياهو، وكأنه يفند ما يتم تناقله في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هنالك إلزامات تفرض على الجانب الإسرائيلي من قبل الإدارة الأمريكية لتقليص حجم الضربات خاصة الموجهة نحو العاصمة بيروت. لذلك هذا الخطاب من جديد يحمل تهديدات وتحذيرات، ولربما يستبق بنيامين نتنياهو المشاورات الأمنية التي من المزمع أن يتم عقدها في تمام الساعة 8:30 في تل أبيب لمباحثة تداعيات التصعيد عند جنوب لبنان، وكذلك تحديد الشكل الإسرائيلي أو تحديد شكل الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني. يأتي هذا التصعيد وهذا التصريح بعد الضربات الصاروخية التي كانت قد أطلقت من لبنان نحو تل أبيب، والتي على إثرها دوت صفارات الإنذار في أكثر من 194 موقع، ما أدى إلى دفع ما يزيد على 2 مليون مستوطن إلى الدخول والهروب والهروع إلى الملاجئ الإسرائيلية في تل أبيب، ما تسمى تل أبيب الكبرى، غجدان ضواحيها أيضا الشمالية والجنوبية. وكذلك الحال الحديث في صفارات الإنذار حتى مناطق قريبة من المستوطنات والمدن الشمالية، وأقصد بذلك قيصاريا والتي يوجد فيها المنزل الشخصي لبنيامين نتنياهو. جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه كان قد قال بأنه رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية أرض من لبنان، وبأنه تم اعتراضها، وبأن ما سمع هو دوي انفجارات الصواريخ الاعتراضية التي انطلقت من منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية. كذلك الحال هذا البيان يتشابه مع بيان شرطة الاحتلال، والتي قالت فيه بأن ما وجد في الشوارع، ما رصد في الشوارع، هو شظايا هذه الصواريخ الاعتراضية وليست إسقاطات صاروخية، وبأنه يتم التعامل الآن من قبل شرطة الاحتلال، من قبل خبراء المتفجرات، الإسعاف والإنقاذ الإسرائيلي في الشوارع الإسرائيلية وتحديدا في تل أبيب، للتأكد من عدم وجود أي مقذوفات قد تولد انفجارات. أما من ناحية الإصابات، الشرطة وجيش الاحتلال يقولون في بياناتهما بأنه لا إصابات تذكر، ولكن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد وجود إصابة واحدة فقط، ولكن جراء التدافع أثناء هروب المستوطنين إلى الملاجئ. يعني المهم هنا دانا هو حالة الذعر المنتشرة ما بين الإسرائيليين. تقولين أنه نحو 1 مليون هرعوا إلى الملاجئ، وكما فهمت منك أنه حتى المنطقة التي يعيش فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واضح أنها كانت قريبة من الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، أليس كذلك؟ بالفعل، وللتأكيد ما يزيد على 2 مليون إسرائيلي كانوا قد هرعوا إلى الملجأ. نعم، مليوني، صحيح. طيب، في مثل هذه الملاجئ بسبب، عذرا للمقاطعة دانا، ولكن في مثل هذه الحالات ما هي التوجيهات التي تعطى للأشخاص الذين يتوجهون للملاجئ؟ كم يقبعون في تلك الملاجئ؟ 10 دقائق على أقل تقدير بتعليمات وإلزامات من الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أو حتى يتم الإعلان عن انتهاء الحادثة الأمنية، سواء رشقات صاروخية أو مسيرات. في بعض الأوقات يطلب منهم من قبل الجبهة الداخلية التواجد أكثر من ذلك بكثير، وخاصة كما جرى في الضربة الإيرانية الأخيرة، كان قد طلب منهم الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية الإسرائيلية البقاء في الملاجئ حتى يتم الإعلان عن رفع حالة الطوارئ. ولكن من الجدير ذكره بأن
هذه المناطق التي دوت فيها صفارات الإنذار لم تكن ضمن دائرة التقييدات التي فرضتها الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أي أنها رفعت التقييدات التي كانت قد وضعتها عليها والمتمثلة بعدم أو تحديد أعداد المتواجدين في المناطق الخارجية المفتوحة وحتى المناطق الداخلية. كان هنالك تحديد لأعداد المتواجدين فيها، ضرورة البقاء في الأماكن الآمنة المحمية، حتى أن التعليم والعمل كان مرهون التواجد فيهم، بضرورة تواجد ملاجئ تسمح للمتواجدين فيهم بالذهاب إليها حالما ضوت صفارات الإنذار. ولكن كما ذكرتي، اللافت أن صفارات الإنذار كانت قد ضوت في قيصاريا، وهذه ليست المرة الأولى. في الضربة السابقة كان بنيامين نتنياهو يتواجد في منزله الشخصي في قيصاريا، مضطره إلى الدخول إلى الملاجئ حسب ما وصفت وسائل إعلام إسرائيلية، وعلى إثرها كان هنالك فتح تحقيق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بفعل وصول مدى وصدى هذه الصواريخ إلى هذه المنطقة الحساسة والهامة استراتيجيا ودبلوماسيا وسياسيا إسرائيليا. كذلك الحال بعد هذه الرشقة الصاروخية، نتحدث عن سماع دوي انفجارات كانت في صفد والمناطق المحيطة شمال بحيرة طبرية، وجيش الاحتلال قال بأنه بعد الحديث عن 3 صواريخ باليستية موجهة إلى تل أبيب، تم رصد 15 صاروخا في المناطق الحدودية الشمالية، ولكنه يتحدث بأنه لا إصابات سجلت سواء في الرشقة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، أي لصفد والمناطق المحيطة أو لتل أبيب. دانا، طبعا كما نلاحظ في الأسابيع الأخيرة من التصعيد على جبهات مختلفة، إسرائيل طبعا فتحت النار على عدة جبهات متزامنة، لكن هذا لا يقلل بأي حال من الأحوال من الاستهدافات التي ما زالت تجري في قطاع غزة. وطبعا كنا نتابع خلال الساعات الأخيرة آخر المستجدات في استهداف جباليا وأيضا مناطق مختلفة من القطاع، هل من جديد؟ يعني على الجانب الإسرائيلي، قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعلن عن مقتل جندي نتيجة المعارك الضارية متأثرا بجراحه في قطاع غزة. هذا إن دل يدل أن هنالك ما زال في جعبة المقاومة الفلسطينية المزيد، ويدلل على أن هنالك معارك ضارية تدار على أرض الواقع، على الرغم من حرب الإبادة المستمرة التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما الأبرز كان استهداف خيام النازحين وحرقهم أحياء كما حدث فجر هذا اليوم. ونحن نتحدث الآن، هنالك غارة جديدة على غرب مدينة غزة، والحديث والمعلومات الأولية عن 8 شهداء فلسطينيين في قطاع غزة. هذا على الرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تحويل قطاع غزة إلى جبهة ثانوية وتحويل جبهة لبنان إلى جبهة رئيسية، وهذا يتمثل بنقل الثقل العسكري سواء من الفرق النظامية التي كانت تعمل في قطاع غزة وجلبها إلى الحدود الشمالية وجنوب لبنان، ولكن ما زال هنالك الفرقة 162 والتي تعمل ضمن الاقتحامات البرية المستمرة إلى جباليا. يقول المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي بأنه أجهز على القدرات الصاروخية العسكرية لحركة حماس، ولكن عمل هذه الفرقة حتى لا تستطيع حماس إعادة بنيتها العسكرية من جديد. دانا، طبعا كما ذكرتي، رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أنه القصف سيكون متواصلا على بيروت وأيضا الضاحية الجنوبية، وعلمنا من آخر الأخبار أنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن بأنه الضربة والرد على استهداف قاعدة بنيامينة سيكون قويا. كيف يعني، ما الذي يدور في الأوساط السياسية بشأن حجم ومدى هذه الضربة، وكيف ستختلف عن الضربات الإسرائيلية السابقة للبنان؟ ربما هذه التفصيلة مهمة، بأن هذا التصريح كان أثناء زيارة بنيامين نتنياهو لهذه القاعدة العسكرية التي تعرضت أمس للضرب من قبل مسيرة لبنانية تمكنت من اجتياز منظومات الدفاع وأجهزة الرادار الإسرائيلي، وكانت قد حلقت على طيران منخفض ما أدى إلى تشتيت انتباه منظومات الدفاع الجوية. هذه التصريحات تتماهى مع تصريحات وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هليفي وحتى قائد فركة جولاني، التي تشابهت كل هذه التصريحات والتي في مفادها فقط رفع الهمم وشحذ همم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا هذا اللواء الذي خسر
ثلث مقدوراته العسكرية منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. لربما لواء جولاني من أكثر الألوية الذي تعرض إلى وجود قتلى وجرحى في صفوفه، والذي يعتبر من أحد ألوية المشاة والذي تابع للفرقة 36 من الفرق النظامية في جيش الاحتلال الإسرائيلي. لذلك كانت هذه الرسائل وهذه التصريحات نابعة من باب الدعم المعنوي لهذه الألوية، لهذه القوات لاستمرار العمل هناك. ولكن كل هذه التصريحات تحمل تهديدات وإنذارات إلى جنوب لبنان وتحديدا إلى حزب الله، ضربة بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية. هذه قوات الاحتلال التي تضرب قوات اليونيفيل مرة وأخرى ولا تلتفت إلى ما يقال عنها في المحافل الدولية، ولا تلتزم بالإملاءات التي تمليها الإدارة الأمريكية بعدم رغبتها بجر العالم أو الشرق الأوسط إلى حرب أوسع. رغم كل هذا حول بنيامين نتنياهو المستوى العسكري هذه الجبهة إلى الجبهة الشمالية. هذا يعني على الأقل استمرار العملية العسكرية البرية عدة أسابيع. يقول بنيامين نتنياهو حتى يتمكن من تحقيق أهداف الحرب المتمثلة بإعادة سكان المستوطنات عند الحدود الشمالية التي تم إخلاءهم منها بعد 8 أكتوبر. شكرا جزيلا لوجودك معنا مراسلتنا من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، وسنعود إليك في حال ورود أي جديد. شكرا لك.